كانت تحلم بسوريا جديدة ديمقراطية. اسمي رزان زيتونة، ناشطة حقوقية من دمشق. قامت المحامية بتوثيق جرائم الحرب السورية، وبذلك خلقت لنفسها أعداء من جميع الأطراف. أطلب الحقيقة، أريد أن أعرف ماذا حدث، أريد أن أعرف مصير أصدقائي. في عام 2013 قام مجهولون باختطاف رزان زيتوني مع ثلاثة من زملائها. كان ذلك نقطة تحول في الثورة السورية. فريق الاستقصاء لدى دي دبليو قام بتحري الحالة وحلل صور الأقمار الاصطناعية ومحاضر الاستجواب، وهي تظهر أن الناشطة السلمية كانت ملاحقة من نظام الأسد وأيضا من إحدى مجموعات المعارضة المسلحة. يبدأ بحثنا في باريس. نلتقي نديم حوري. كان حوري يعمل لصالح هيومان رايتس ووتش كخبير في شؤون الإرهاب عندما بدأت الانتفاضة ضد نظام الأسد في عام 2011. كان على اتصال شبه يومي مع رزان التي قامت بتنظيم احتجاجات في جميع أنحاء سوريا. أصبحت من أهم المصادر لدينا. عندما تراها للمرة الأولى تبدو لك ضعيفة وتسأل نفسك كيف تقوم بهذا العمل الخطير، لكن عندما تتحدث إليها تلاحظ أن لديها شجاعة ومبادئ صلبة كالفولاذ. قمع نظام الأسد الاحتجاجات بدموية واعتقل أعدادا متزايدة من المعارضين. كان على رزان أن تختبئ، لكنها كانت تتحدث باستمرار من مخبئها. ولا حتى 100,000 قتيل أو الحصار القاسي أو خيانة المجتمع الدولي يمكن أن تهزم إرادة الشعب الذي لديه حلم وإيمان بالمستقبل. في عام 2013 هربت رزان من شبيحة الأسد من دمشق إلى دوما المجاورة. تسيطر على المدينة جماعات معارضة متنوعة تقاتل كلها ضد نظام الأسد، لكن ضد بعضها البعض أيضا. استطاعت ميليشيا جيش الإسلام الإسلامية المتطرفة فرض سيطرتها تدريجيا على المنطقة. دوما هي آخر مكان شوهدت فيه رزان. يقودنا البحث إلى تركيا. نلتقي في اسطنبول صديقا وزميلا لرزان كان قد هرب معها إلى دوما. يخبرنا أسامة نصار أنها كانت صدفة محضة، أنه لم يختطف معهم. كان قد غادر المكتب قبل دقائق وهو يسأل نفسه حتى اليوم هل كان عليه أن يفعل المزيد للعثور على أصدقائه؟ يقول إن البداية في دوما لم تكن سهلة، خصوصا بسبب مجموعة جيش الإسلام المتمردة. شعروا في التهديد. نعمل في مجال حقوق الإنسان، نعمل في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، نريد نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان وتمكين النساء إلى آخره. كل المنظومة ربما لا يريدونها، وأيضا يعني جيش الإسلام صرح بأنه ليس هذا ما يريده. لكن هذا لم يرضع النشطاء، إذ واصلوا العمل من أجل مجتمع مدني قوي. وبدأت رزان في البحث عن اتهامات بأن الميليشيات الإسلامية تحبس المدنيين في سجونها وتعذبهم. أذكر أنها أصرت على زيارة سجون جيش الإسلام، ومن يعرفها يعلم أنها لن تتراجع. كانت عنيدة ولا تعرف معنى الخوف. سرعان ما تلقت رزان تهديدا علنيا. مجهولون أطلقوا النار في الهواء أمام مكتبها وتركوا رسالة تهديد: غادري دوما خلال 3 أيام وإلا قتلناك. الجملة مكررة 5 مرات. استطعنا عن طريق أشخاص في سوريا تحديد هوية كاتب الرسالة. أخبرنا في تصريح حصري كيف كلفه أحد أعوان جيش الإسلام بتهديد رزان. عميدة
وعم تلصق عن الجيش الحر انه ترفع ضبوب عنا لجرائم حرب، وبكره على لا هاي ومدري شو بدنا نتقدم على المحاكم كلياتنا ومدري شو. انا قلت له اذا ما خبره يعني عوائنيه جاسوسه للبلد مدري شو بدنا نطلع يعني ما تخطفوها ما تجيبوها ما شو خايفين منها يعني؟ لا ما خايفين منها بس بدنا نجيبها خط او بدنا نهددها. هلا عندما علم نديم حوري بالتهديدات طالب رزان بأن تغادر دوما فورا، بدأ يقلق بالفعل على حياتها. ردت في اليوم التالي وقالت إنها لن تتحرك، نحن لم نقم بالثورة ونفقد آلاف الأرواح ليأتي مثل هؤلاء الوحوش ويكررون تاريخ الظلم نفسه، يجب محاسبة هؤلاء الناس تماما كالنظام. في 9 من ديسمبر 2013 اقتحم مجهولون مكتبها في وقت متأخر من المساء. اختطفوا رزان مع زوجها وائل حمادة والناشطة سميرة خليل والمحامي ناظم حمادي الذي كان يتكلم بالهاتف مع أخيه عندما أتى الخاطفون. فجأة بينما نحن عم نتكلم سمع ضجة وسمع رجال يتكلمون بالعربية الفصحى يقولون أنت عدو الله. فناظم قال لهم طولوا بالكم يا شباب، ما هيك ما بيصير هيك، وبعدا قطع الخط. أسامة يطلعنا على صور من مسرح الجريمة. الجناة أفرغوا أدراج المكتب وأخذوا الملفات وأجهزة الكمبيوتر، وقريبا سيتم تعقب أحد الأجهزة المسروقة والذي سيساعد على الوصول إلى عنوان إلكتروني خاص بجيش الإسلام. يقول أسامة إن هناك أدلة أخرى لم يتابعها أحد بجدية، وإن جماعات المعارضة الأخرى لم تساعد النشطاء. ما عملوا شيء، وبتوقع لأنه كانوا متخوفين من أي صدام مع جيش الإسلام، ما بدهم صدام. اختطاف رزان يمثل لي اللحظة التي سيطر فيها الجهاديون على المعارضة المسلحة. جماعات المعارضة تنفي حتى اليوم ضلوعها في اختطاف النشطاء. نحن نبحث عن أعضاء سابقين في جيش الإسلام يعيشون حاليا في تركيا. اتصلنا برجل أوكله جيش الإسلام آنذاك مهمة التحقيق في عملية الاختطاف، إنه مستعد لمقابلتنا دون الكشف عن هويته. المسؤول الأمني بجيش الإسلام طلب مني التحقيق، بعتقد انه كان بدهم يبيضوا صفحتهم، لكني جمعت أدلة أكتر وأكتر واللي كانت بتشير لطورتهم، وفجأة بدأوا يستهدفوني ويهددوني، مشان هيك هربت. يقول إن الشهود تعرضوا للتهديد والقتل من قبل الميليشيات الإسلاموية التي ساعدت جيش الإسلام في تحرير المشتبه به الرئيسي، وبعد تهديده أيضا اقتنع بأنهم هم الجنى. أنا متأكد 100% أن جيش الإسلام مسؤول عن خطف رزان ورفقاته. لكن أهم دليل هو شهادة شابة التقت رزان بعد أشهر من اختطافها في سجن تابع للميليشيا الإسلامية. اسمنا باسم رزان زيتون، كانت طالعة التحقيق، وقت اللي عصبت مدري زعلوها هني ضربوها، قام غوطنت بالكريدور، قام إجوا عيطونا مشان فوتها على المهجع لجوا. فوتناها، وقت اللي صحينا أنا شفت عيونها خضر وطويلة ونحيفة. لكن من نفذ عملية في برلين وجدنا شاهدا آخر يقول إنه رأى رزان في أحد سجون الميليشيات الإسلامية. قارنا أقوال الشهود مع صور الأقمار الصناعية، يبدو أن رزان كانت في سجن يقع في مزرعة سابقة وسط دوما ويسمى بسجن التوبة، والذي تسيطر عليه جماعة جيش الإسلام. ذهبنا إلى سوريا لنواجه الجماعة بما توصلنا إليه. المتحدث الرسمي حمزة بيرقدار مستعد لمقابلتنا دون أي شروط مسبقة. بيرقدار دفع أي تورط للجماعة في عملية الخطف، متهما نظام الأسد والجماعات الجهادية أخرى بذلك. التقينا به في شمال سوريا حيث ينشط جيش الإسلام. واجهناه بأقوال الشهود الذين رأوا رزان في سجنهم. إجابته كانت قصيرة، كلها أكاذيب، لم يكن النشطاء في قبضتهم قط.
كل من يدعي أن جيش الإسلام متورط باختفائها فهو يعني ينحى أو يذهب إلى يعني المنحى السياسي لاتهام جيش الإسلام وليس لحقيقة بكل أسف يعني ليس لإظهار الحقيقة وليس لتبيان الجنات أو إلى ما هنالك إنما هو هدف سياسي لاتهام جيش الإسلام أنه يعني يخطف المدنيين أو الناشطين أو إلى آخره. في الأثناء تحقق محكمة فرنسية أيضا في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جيش الإسلام كما اعتقلت قياديا من الميليشيا الإسلامية. في باريس التقينا بمحامي حقوق الإنسان السوري مازن درويش بالتعاون مع المحامية كليمونس بيكتار رفع دعوى ضد الميليشيات الإسلامية لكن المشكلة هي إثبات الأدلة في النهاية. لا يزال لدى النظام السوري وجيش الإسلام الكثير من القوة والنفوذ لترهيب وتهديد الضحايا والشهود وهذا ما يقلقنا لأن أي محاكمة ناجحة تحتاج إلى هذه الشهادات. إنهم يعملون ليل نهار للعثور على مزيد من الأدلة والشهود ويأملون أن توجه المحكمة تهم قريبا تهم لا تتعلق بقضية رزان زيتون فحسب إنما بالتعذيب والقتل واستخدام الأطفال كجنود أيضا. علينا القول إن الشعب السوري وقع ضحية لجماعات مسلحة تظاهرت بأنها ثائرة ضد النظام لكنها في الواقع انقلبت على الشعب. رزان حذرت من ذلك وقد يكون هذا سبب موتها. من الواجب مواصلة هذا النضال إخلاصا لمن تحلوا بالشجاعة لقول الحقيقة علانية.